مرحبا بكم جديد. إذن في حكايتنا لليلة قاعدين نشوفوا شنو اللي صار زعما الزوز رجال، وليد شاب في العشرينات من عمره اسمه قيس حجام في جرجيس، وراجل في الثلاثينات من عمره زهير اللي اختفى من بداية ماي. شنو اللي يجمع ما بيناتهم الاثنين؟ الحقيقة يجمع ما بيناتهم اسم سليم تاكسي في جرجيس. والعناصر الأمنية بعد ما فهمت أنه فما علاقة لها السيد هذا بإمكانية حصول زوز جرائم باش تكثف عمليات البحث عليه، والقضية ولات قضية راي عام راي ودارت في وسائل التواصل وحكينا عليها في وسائل الإعلام وحنا حكينا عليها في الحقائق الأربع وغير ذلك، فكان فما ضغط على الأمن أنه يوصلوا لها سليم هذا، وفعلا وصلوا لسليم، وصلوا له في شقف كان باش يحرق هو وسيدة. تذكرها السيدة اللي قلت لك عليها موجودة معاه في التاكسي وقت اللي قابل قيس الحجام؟ هذه كايبيدة باش يحرق هو وياها. أما السيدة هذه قصتها قصة، ودايور هي اللي باش تعترف بلي صار الكل. نقدم لكم شهيرة مرأة معرسة، أما ربي مرزقهاش بصغيرات، ماهيش معرسة بالتاكسيست سليم، لا معرسة بزهير. ما هو زهير هو صاحب سليم، زهير عامل يومي، لكن توا من مدة صاحبه سليم يمشي ويجي عليه في الدار، وسليم عنده بنوتة صغيرة يا محلاها. عاد زهير ومرته شهيرة ولاو يعتبروا وكل بناء كأنها بنتهم، وهما بما أنهم ما يجيبوش الصغيرات. بالأمارة ولا زهير وشهيرة يطلبوا في صاحبه باش يقولوا هيا جيب لنا كتحفونا ويجيو بحذانا شوي. ومن مرة المرة المرة من الصحبة متاع زهير وسليم للمعاشرة ما بينات سليم وشهيرة، ولاو في قصة حب، والآخر ولا ضربة ضربتين جاي لدار صاحبه على أساس يجيب في بنته بحذا مرت صاحبه وصاحبه، وهو كنهار يلقاه ونهار ما يلقاهش مش مهم يا أخي، هما وخيان هو قاعد يجيب في البنية بحذا مرت صاحبه مش مشكلة. وتوالت الهدرة وما عادش مساعدتهم الاثنين كيفاش باش يكملوا هكا يا اخي، يكملوا الحكايه هكا في السر، وكان وقت اللي يبدا زهير مش موجود، وبداو يخطوا للتخلص من زهير باش يعيشوا قصه حبهم كما ينبغي. سليم شعلم صاحبه زهير انه شرى ارض، وانه يستحق لشكون يعاونه في الارض، وانه ناوي يزرعها زيتون، وبما انه صاحبه زهير ما عندوش خدمة وكذا يجي يعاونه وتو يخلصوا بطبيعة الحال. برا يا زهير عملنا الحفر متاع شجرات الزيتون مش نعملوهم في وسط الأرض، وتو بشوية بعد نخلصك وبالطبيعة بشوية بشوية تو الخير يعم على الناس الكل. وزهير ما كانش من العكسين. 3 ماي 2020 الصباح بكري باش يقصد ربي للأرض متاع صاحبه بالبالة والبيوش ويبدأ يعمل في الحفر متاع شجرات الزيتون. آخر العشية باش تجيب أحذيه مرته شهيرة وباش تجيب له فطوره، وهما يحكيوا وضربة بالا جي على راس زهير، ضربة تفقده الوعي تماما. ضربة من عند شكون؟
صحيح، من عند سليم. سليم اللي كان جاي هو وشهيرة، هو اللي وصلها. هي دخلت جابت الفطور وبش تلهي الرويجل، وهو ديقة 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 هزك البالة وضربوا بها. من بعد بما أنه زهير محضر الحفر متاع شجرات الزيتون بش يحطوه في حفرة منهم وبش يدفنوه، وهكا اختفى زهير والعائلة الكل بقت فركس عليه، وشهيرة مرته ما خليت ما عملت وما ورات لعائلة رجلها كيفاش مشى وزي وزعمة وين مشى وإن شاء الله المانع خير والأفلام هذيك الكل. لكن بعد ما تخلصوا منه مازالوا ما لقاوش حل نهائي في الفقر والميزيريا، وزيد تو تتقال عليهم كلامات إذا كان دار رجلها يسمعوا بالحكاية، وإذا كان تمشي معاه وعلى أساس حتى يسكنوا في جرجيس ما يتولي فما حكايات ويوصلوا للجريمة. فكان التخطيط أنهم يحرقوا. كيفاش يحرقوا وهما ما عندهمش فلوس؟ يلزم التخطيط باش يجيبوا فلوس الحرقة. وفلوس الحرقة كيفاش نجيبوها؟ مش عندي أنا صاحب خويا حجام يحربت على الحرقة عنده توا مدة، هي تو نعملوا على أساس أنه عنا حرقة حاضرة وناخذوا من عنده الفليسات ونقطعوا بالفليسات وانتهى الموضوع. وهو بطبيعته احنا وقت اللي هو يشكي ولا كذا باش نكونوا ديجا في الطليان. وكان الأمر كذلك، وبش ينطلق التخطيط اللي كنت حكيت لك على تفاصيله، وبش يتم الاتصال بقيس وبش يقولوا له يحضر 3.5 ملايين وهيك حرقة من بعد بش يحرق بها سليم وعشيقته. عشيقته اللي بش تعترف شنو اللي صار مع الحجام، لأنه المخطط الكل بش يتبدل بردة الفعل متاع قيس. قيس وقت اللي وصلت الكرهبة قربت 6 متاع العشية ولقى فيها سليم وصديقته، سليم بش يقول له هي هاتك الفليسات، هي بش نقول لك وين بش تمشي تستنى حتى ليلي يجي شقف متاع الحرق. وقيس بش يكون من العكسين، لا دويو فماش نعطيك فلوس من غير ما نعطيك الفلوس إلا ما نمشي وين باش نحرقوا مع شكون وتعطيني لي ديتاي. ومن كلمة لكلمة باش تلحم ما بيناتهم الاثنين، وبما أنهم كانوا موجودين في الخلاء في بلاصة ما يشوفهم فيها حتى حد، يهبط سليم من الكرهبة على أساس باش يحكي مع قيس ويحل المال، ومن المال يجبد بالة، نفس البالة اللي قتل بها صاحبه زهير. وجباد عطيك القيس، وجباد الضربة الأولى والضربة الثانية والضربة الثالثة والضربة الرابعة للي يقضي على ولد 20 سنة. يحطوه من بعد في المال، يهزولوا ساشي الفلوس اللي فيها 3 ملايين فلوس الحرقة، ويمشيوا بيه بين جرجيس وبين قردين. ما عندهمش الوقت باش يفكروا اش باش يعملوا ويدفنوه ويخبيوه واش باش يعملوا بالجثة، وهما ناويين يحرقوا الليلة غدوة بعد غدوة باش يحرقوا. دونك من هنا ليلي البوليسية باش يكتشفوهم وباش يعرفوا الجثة وا 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 يكونوا هما حرقوا. وجباد يلوحوا الجثة في الثنية، جثة باش تتلقى كيما حكيت لك بعد أيام، وسيتم إلقاء القبض عليهم الاثنين وهما في الشقف متاع الحرقة. وتعترف شهيرة بتفاصيل كل اللي صار
مع الرجال الاثنين اللي قتلوهم. هذه نوعية الجرائم اللي تصير بمناسبة الحرقة كما قلت لك. هذه نوعية الجرائم اللي تصير في حكاية الاختفاء. قديش من حالة متاع اختفاء، وديما نتصور وإحنا اختفاء معناه نجم يكون كلاه البحر وإلا توقف في إيطاليا، وننساه وزيدة أنه الاختفاء ينجم يكون واحد من المجرمة هذوما اللي على أساس ينظم له في الحرقة هو اللي أخفاه غيبه وعمره ما حط ساقه في الشقف متاع الحرقة. وهذا اللي صار بالضبط القيس. واحد مارس 2023 الأحكام الابتدائية باش تصدر في حق سليم وحق شهيرة، وباش تكون أحكام صارمة ولكن نعتبرها الحقيقة في مكانها. فيما يتعلق بسليم باش يتم الحكم عليه بالإعدام من أجل جريمة قتل زهير وقيس. وفيما يتعلق بشهيرة هي زادة حكمها سيكون الإعدام من أجل جريمة قتل زهير. أما فيما يتعلق بأحمد، أحمد اللي هو خو سليم واللي هو صديق قيس الحجام اللي كان عنصر الربط ما بيناتهم الاثنين، فالمعطيات اللي عنا تقول وأنه ما زال محل تفتيش. شو رأيك في هذه الجرائم اللي حصلت؟ شنو رأيك في الجرائم اللي تنجم تصير بمناسبة الحرقة؟ شنو رأيك في الجرائم اللي تنجم تصير ما بينات الأصحاب؟ نستنى تعليقكم على هذه الجرائم وهذه الأحكام الصادرة فيها. شكراً على حسن المتابعة، إلى اللقاء. Thank you.